nel chapter 2 nel PowerPoint. اكو استفسار شيء لحد الان قبل ما ابدي بالموضوع؟ نزلت لكم فيديوهات حلوه شفتوها تخص موضوع ال 1 minute presentation and how you prepare your presentation. شفتوهن؟ لقيتوا نظر عليهم؟ لا ما ادري. اكو واحد شافهن؟ اكو عندكم تعليقات عليهم؟ يعني ما شفت لا تعليق لا لا بالكلاس روم ولا هنا، يعني فضل ولا واحد بيكم انترست الموضوع. اوكي. It is up to you guys. I'm trying to do my best. يعني اللينك انغلق بعد، اي واحد يجي بعد هالوقت فهو غياب يعتبر. حلو. تسمعوني؟ ما ادري شو دا احس. نعم دكتور. اوكي صوتي واضح يوصل للكل. زين. نعم. بس أنا بالرابط مال الحضور ما كتبت الإيميل لأن ما لحقت. أوكي هذا على الاسم راح نشوف. هلا عفوا. خوش باقي قاعد مختلف والله يعني تعب روح حتى أغلطكم به. حاجة تفتح النفس. الله بعين. دكتور. نعم. دكتور بدر زحمة. دكتور من نزلت الرابط أني من أكتب نسيت الرابط. لا سجلت يا ولا لا ما سجلت. ذكرت يعني سلسلة موجودة في الكلاس. اوكي كذي محظوظ حتى هناك حضور ومشاركة. اوكي سوى ريكوردينج. شلون؟ 1 minute presentation. شفت شلون واحدة انطت برزنتيشن بدقيقة واحدة؟ عندنا محاضرات محاضرة ورا محاضرة فما قدرنا نشوف. ترى صار اسبوع منزله هي كلها 4 دقائق. يعني انا ما منزل لكم فيديو بالساعة ترى. وفيديو دقيقتين يعني فيديو 3 دقائق فيديو 4 دقائق يعني اعلان ترى اعلان يعني. ما منزل لكم انا في الشيء تظلون تتصلون باربع ساعات محاضرة مال هارفارد في الشيء ترى. بنروح عن الملعقة سلسلة حضور خلي يكون كاتب كاتب اسمه يعني حضور اسمه بالتعليقات حتى السجنة. نجي على هذا الموضوع ما طول ما حد بيكم ما طلع بعد مشكلتكم. عندكم طبعا واجب حيكون الاسبوع الجاي. اوكي يوم الثلاثاء سبمت اللي هو حتمشون تسوون الانستراكشن الموجوده بالبروجكت 1.1 بالليسن 1. اوكي اللي هي هاي هنا هاي الانستراكشن هاي نات لكو ليسن 1 هاي الانستراكشن تتبعوها واحده بعد لوك على بروجكت 1 طبقوها فايل من انزل لكم يعني موجود هذا جو فير 1 موجود تنزلوا الفايل من البروفايل الاكاديمي وتطبقوا الخطوات كلها وتسووا له سبمت بالاسايمنت اللي نزل عندكم بالكلاس. ليسن تو اليوم همين هم عندكم هذا الفايل بروجكت 2.2 حلو تتبعون الانستراكشر بس انا اقول لك مثلا نزل هذا الفايل. الفايل هذا انت راح اللي هو اديتوريال سيرفيسز وراح تحط معلوماتك اسمك طبعا ذاك يعني الانستركشن بالاسايمنت اللي هي هاي هنا وينها؟ homework 2 your assignment okay
خالص يعني. شوف هذا السؤال ياته يقول لك هذا بروجكت 2.2 بيج نمبر 49 موجوده، سوي باوربوينت طبعا سميه حسب الانستراكشن الموجوده. المهم بس عمود الستيب نمبر 4 انت كريت وورد فايل سميه هذا الاسم editorial services and add bullets include your full name, stage, group, favorite song. بعدين هذا حسوي له add للسلايد لل PowerPoint نفس الانستراكشن الموجودة اللي راح نحكي عنها اليوم، راح نسولف عنها. homework number one مالكم تفتحون همين وتسوون اد للهومورك نمبر 1. شلون راح تسوون الاد؟ هاي الخطوات اليوم راح نسولف بها، فلهذا مهمه يعني حتى تعرفون الاجابه تفيدكم محاضره اليوم. بس انا حاولت اوضحها. العفو دكتور، ممكن سؤال؟ عفوا، ممكن سؤال بخصوص بروجكت مالنا؟ اي نعم دكتور. هواني سويت حساب على يعني شفتت على الموقع مع مايكروسوفت وشفت انه اذا الطلاب لهم تخفيض او شيء، وسويت حساب يعني مع الطالب ونزلت التطبيق الايباد يشتغل طبيعي لو الا يعني بي سي؟ لا يشتغل طبيعي. تريد تستخدمه من الموبايل يعني؟ الايباد من الموبايل. الايباد حلو عادي. لا تمام ايباد كلش عادي تمام، ما عندك مشكله بالايباد بالهاي، بس يعني انت دائما حيصير في بيئه عمل حتحتاجه بالحاسب يعني، بس عادي اذا تعلمت عليه على الايباد بعد يعني احسن لك، يكون اسهل لك تمام، لانه يجوز بالمستقبل يعني ما حنا راح كل حاسب تحش الايباد ماله او التابلت ماله ويشتغل اي صح يعني، فليش لا؟ انا اتعلم هو نفس الحاسب هو الاريح استخدمه. المو في لكن هو فاكشن ما أكثر شيء بالكلاود، إذا عندك إذا بالدرايف وفي سوي شير فولدر لو سمح إيه لازم تكون طريقة حاسمة تمام توفير. أوكي دكتور حسنا، بس راح نبلش، راح نمشي شوية سريع من محافظات وهسنا نبدأ بالباوربوينت بشكل معشي أبي. هذا lesson one تقول لي هي، هذا راح يصير chapter one اللي هو عبارة عن lesson one عن lesson two، راح نمشي به وراح نطبق بعض الستيبس اللي هو مثل ما كان أبيها. هي الانترفيس نرجع راجع على السريع اللي هو بها ال quick نسميها ال quick access مثل ما قالوا، وال slides pans ايه، وعندكم الرابن الرابن قلنا نقدر نسوي له hidden ونقدر نرقي إذا نحتاج more ستورج او مور يعني اريا سكرين اريا، فايش اسمه نقدر نلغي. قلنا شلون نلغي؟ لون طيب هاي دوس الارو كليك ارو او كليك اني اريد الرجعه كليك اني اوف ذا تابس اند بيج ذا راح يرجع، او فانكشن اف 1 عفواً كذا عفواً هي ظل عارف السام عليها عفواً هاي هاي راح تبيع السريع. عندك برابن قلنا عبارة عن تابس عشان في ذاك المحاضرة تاب بي جروبس حسب الفونكشناليتي تابس جروب ودايلوج بوكس مال جروب في حالتها عندك بوكس عندك مال options واضح لكم راح we will go through all of these functions. نجي على موضوع اللي هو ال bug اللي هو هذا bug اللي هو من تريد انت تاخذ information عن الفايل الملف، هذا الملف من سواه من شو وقت حجمه اساس ماله author ماله last modify هذا يفيدني يعني من اشوف cheating يعني، يعني اعرف الفايل ماله فلان طالب طيب فلان بس مغير اسمه في هنا في هذا يعني يطلع لي فلان سوى ترى modify by فلان، وطبعا هاي التكنيك هاي
يعني حتى تعرفون تراني يعني استخدم اللاب نشوف الشكل على تشيتنج يعني تسوي تشيتنج يعني ف يعني شوفوا بكل بساطة أنا أعرف من الأثر ومن المدفع. إذا أريد أسوي مثل هاي بروتكشن للسلايد راح نجي وراها بعدين شلون نسوي له باسورد شلون نسوي له مو مانج بروتكشن أريد كريت نيو ثم أنا بداية من أفتح باوربوينت أفتح سواها أشتغل واحد ثاني أقدر مثلا من تمبلت أو ثيم طبعا نختار نوع الثيم نختار منه او اقدر اختار نيو مو من الثيم يعني من بلانك اوكي اللي هو مثل هذا الان اذا اشتغل عليه هذا بلانك ما بي اي شيء ما بي ثيم طبعا اقدر اضيف له ديزاين مالي كيفي شو ما اريد اضيف اي ديزاين مالي تغير الديزاين مالي او ارجع بلانك انا حاليا ما اريد جات فعندك النيو هم تقدر انه كريت نيو فايل وكريت فوتو البوم فايل نفسه كريت بس هذا تقدر تسوون به نايس شوف يعني كلها تقدرون تضيفون صور حلوه لكم اذا عندكم اكتيفيتي او شيء تضيفوا كل شيء بس تضيفوا الصور ويطلع بشكل لطيف ريزوليوشن مالها حلو تقدرون تطبعوها كفلاير بدونها انا اكو وايد انواع من التامبلتس نجي بعد على الباك ستيج بي اس اي والسيف اس يعني اكو واحد يقدر يقول الفرق بين السيف والسيف اس شنو؟ اجين دكتور سيف اذا ملف جديد وسيف اس اذا الملف تم التعديل عليه عادي اوكي كذا اذا اريد انا اسوي ملف جديد اسوي ودائما في جميع الاحوال اول ملف من راح يصير لك كريت راح يصير لك حتى لو اختار سيف واسوي سيف واس لانه بعد ما عنده اسم سيف واس يعني انا انطي اسم للملف ودائما قلنا اغلب استخداماته من عندك ملف وتريد تعدل عليه فيرجنات احتفاظ بالفيرجن الاقدم خاف تريد ترجع له تسوي سيف واس فيرجن 2 سيف واس فيرجن 3 وهكذا نجي على موضوع البرنت موضوع البرنت جدا مهم تحتاجوه هذا مثلا الستونات تريدون تطبعوها اكو اول شيء منها تختار البرنتر يطلع لك جميع انواع البرنترات الموجوده عدد النسخ الله اكبر امين يشهد الله يعني قاعد تشوف صدق هاي هناك كوبيز ايش كم نسخه تريد تطبع شو تريد تطبع كل السلايدات سلكشن سلايد انت تختار من عندهم دول كورنت بس هذا الموجود هذا المعروض قدامي حاليا دول كاستم اللي هو انا احتاج انا احدد هنا تحط الرينج يعني اللي تريده هنا شلون تريده تطبع فول بيج بيج وذ نوت او اوتلاين بس اوتلاين يطبع لك والله ما راح يكون واضح شوي البرنت نروح على فايل ثاني بس اللي ما اريدك هذا يصير اوضح البرنت لاحظي على البرنت اختاري نفس البرنتر اختاري نسخ مثلا اثنين ثلاث نسخ هل سلايس اوكي لا ما اريد هل سلايس سلكشن سلايس اوكي بكيف انا شغل يعني كاستم احدد فول بيج نوت اوتلاين سلايد واحد الصفحه شوف فرق بس هذا مو فول بيج تو سلايس بالورقه 3 هاي 3 with نوت هاي مرات تعطي انت سلايدات وتريد تعوف نوت للاودينس حتى يكتبوا ملاحظاتهم اوكي فهاي سلايدز with نوت 6 9 مثلا اوكي بس تقدر تقلب الورقه يعني ساي بورتريت اذا تسوي لاندسكيب تلفت طول عرض يعني لاندسكيب يعني اختلف شوفوا شلون اختلف الصوره تسوي حتى الحجم بورتريت او تحدد انت تريد تسوي 6 سلايدز او 4 كيفك تسوي كلر جراي بيور بلاك اند وايت اوكي هاي منها بالبرنت كلها
تجي هسه خلاص تري سوي شير، تري سوي شير ويا ناس، اذا انت عندك اكونت ناس وايميل وتدز جماعتك وتشترون تكون عليه من البيت نفس الفايل، هل هو شيء صعب؟ لا مو صعب. ايات الناس سوي شير وتحط الايميلات وانتم كلكم على الجامعه. تقدر يعني تسوي شير ويكون الفايل هذا شير اي واحد يسوي عليه ابديت من البيت. ايميل تدز تريد تعرضه اونلاين برزنتيشن، يعني انت من البيت ومصعده فد هوست تروح من هناك تعرضه، ينعرض يصير لك لينك ماله، شلون اللينك مال فورم مال هاي، يصير لك لينك مال برزنتيشن من هناك تعرضه باي وقت من اي مكان. اكسبورت هاي راح ناخذها بعدين على درايف، او من تخلص تقدر تسده من ناس اسوي لك كلوز او تسده اكس منه. نجي على موضوع الاكونت مثل الاوفيس، نجي عليه مثل الاوفيس، تقدر الاكونت انفورميشن ويا من مربوط ويا من هاي كلها. عندك اوبشنز، بالاوبشن اليوم راح نحكي على شغله كلش مهمه اللي هي بالسيف، وشي هاي اسمه انيبل امبيدد فونت. انيبل امبيدد فونت شيء كلش مهم، يعني من اسمها اكو واحد يقدر يقول لي شو تفيد هاي؟ يعني من الاسم اني كلو خطوط وهيك سؤال، يعني بعد فونت شنو انيبل امبيدد فونت، امبيدد فونت يعني شو يعني؟ ها اني كومنتس؟ زين هذا يفيدكم ليش مهم؟ شايفين مرات من انت مسوي سلايد ومنزل فونت مشتري او منزل فونت غريب عاجبك انت مسوي له داونلود ومنزله، او فونت موجود بس بويندوز 2010 مثلا ما موجود بويندوز، قصدي ويندوز 10 ما موجود بويندوز 8، يعني فونت ما موجود بكل الحاسبات، فونت مو من هذا النوع الفاميليار بس شيء سبيشال فونت او هاي، وما اخذ السلايد مالك هذا حتى بالوورد نفس الشيء ما اخذه ورايح موديه حاسبة المختبر او حاسبة اللي حاسبة الجامعة او حاسبة صديقك وتباوع تلاقي الفونت عندك اختلف، الفورمات مال السلايدات كلها مالك اختلفت، هذا راح يسوي لك ارباك، راح يسوي لك ازعاج. هذا الامبيدد من يسوي الامبيدد يعني ياخذ الفايل وياخذ ويا الفونت ماله، اذا نقلته وشغلته بحاسبه ما بهذا الفونت يبقي فونت ماله نفسه حتى لو ما بي، يعني راح يكون الفونت بس للفايل. فهمت الفكره ماله يعني؟ واضح هذا الفكره ماله؟ لا دكتور يعني هذا نعم ممكن تعيده ما فهمت؟ ما فهمت، بس انا مثلا استخدم هذا الفونت حلو؟ قد مرات تصير الفورمات يختلف، يعني اروح صار اختلاف بالفورمات واختلفت الفونت وتخربطت الامور. هذا ليش يرجع هذا الموضوع؟ ليش يرجع هالشيء؟ يرجع بانه الفونت هذا اذا مو هو وهو موجود بالحاسبه الثانيه الحاسبه ما راح تعرف الفونت، فراح تحط له از ديفولت فونت، يا ديفولت فونت موجود حتحطه. زين انت مصمم الفورمات الفونت مالك يعتمد عليه حجم الخط، المسافه، الهاي اذا اكبر اصغر، راح يجوز يصير عندك خربطه بالسلايدات يصير شكلها ما حلو، هذا راح يسبب ارباك. شو تسوي؟ باوربوينت حل الاشكال، يعني حتى لو انت الفونت مشتري مثلا فونت مشتري هو ما موجود بس بحاسبتك وتريد تستخدمه بغير حاسبه، تقدر تختار الامبيدد فونت اللي هو الفونت يصير امبيدد يعني ويا يعني تاخذ السلايد ويا الفونت ماله، يعني تاخذه كايمج مو كتكست يعني خلينا نقول. فمن ياخذك طب اي حاسبه راح يعتمد الفونت حتى لو ما موجود بذاك حاسبه، حتى لو حاسبه نوت سبورتد للفونت الجديد هي حتشغل يا، لانه الفونت جاي ويا الفايل مو ماخذته من الحاسبه. يعني مثال على الفونت مثلا خلينا نقول هذا الفونت ما موجود، هذا شكل فونت هذا مثلا ما موجود، خلينا نقول هذا الفونت ما موجود، هذا انت اشتريتيه او انت بس نزلتيه بهذا الوورد او هو جاي بس ويا هذا الباوربوينت اللي هو مال 2019. من شغلتي الحاسب من راح تروحين وشغلين هذا الفايل بحاسبه هي الباوربوينت مالها 2010 مثلا
وما أبي هذا الفونت، ما راح يسوي مثل هذاك يرجع هالشكل، لا راح يبقي مثل ما كان، يبقي بالعلم هو ما أبي الفونت هذا، بس راح يبقي لأنه الفايل من راح تخزني حياخذ وياه الفونت وياه، يصير الفونت امبيدد وياه. يعني وين ما راح تشغلين الفايل هذا بأي حاسبة حيبقى نفس الديزاين نفس الفورمات، ما يهمني الفونت موجود أو لا. مراتك وناس تدفع فلوس على الفونت تشتريه، وصاحبه كم أنواع من الفونت، بس أمين أنت تقدرين تسوي داونلود وتشترين بعد يعني فونتات ثانية تروحين تشتريها، واي هي كم أنواع من الفونتات. بس هل هالفونتات موجودة بكل الحاسبات؟ لا. إذا عندي حاسبة مثلاً ويندوز 8 أجهزة ألقى نصها ما موجودة هذين الفونتات، أو فونت عربي خاص ما موجود وأريد أبقي كذلك. وضحت الفكرة عيني؟ أي وضحت دكتور، شكراً. هاي كلش مهمة. شوف هاي ترى يقعون بيها ناس يعني هم يعني عندهم معلومات هاي بس يقعون بيها إنه هي تضيع هاي عن الفايل. فمنين هاي يتعالجون هالمشكلة؟ فايل أوبشن، روحون على السيف. أنا أريد أسوي له سيف ويا إمبيد فون هذا فايل ياخذ ويا الفون. وأنا أقول له إمبيد all characters. هسه ها هي الفونت أنا عارفني. هسه هاي خلصنا من موضوع الفونت. هسه الباج ستيج اللي هاي فايل باج ستيج. اوكي باج ستيج هاي كلها اجيناها. اوكي حاليا هسه نسولف على الفيوينج، انواع الفيوينج اللي عندنا اللي راح نقدر نطبقها. قلنا ايش كم نوع عندنا؟ نورمال، هذا هو النورمال اللي هو ستجين نشوفهم به، او اقدر اخذ السلايد هذا اللي السورتر سلايد سورتر اللي هو يعرض لي اياهم بشكل سورتد، حكينا عنها هاي من قبل. هاي من خلال اقدر انقل بشكل اسرع بينهم، يعني اجيب هذا هنا هذا خليه هنا هذا لا اجيب الاول هذا احط الثاني. اوكي عمليه دوبلكيت وعمليه الاد الريموف، تشوف نيو سلايد اقدر اضيف اسهل هنا. اريد اضيف مثلا اسوي دوبلكيت لهذا السلايد، دوبل سوالي عمليه دوبلكيت، شوف هنا واحد صار ثانيه دوبلكيت. اريد امسح هنا اقدر اسوي امسح، اريد احدد سلايدين اسوي لهم دوبلكيت، هاي دوبلكيت صاروا سلايد سلايدين كذلك. انا دا اشوف هذا الشيء سويته خطا اللي سوي له اندو راحت هذا السلايد فيو. كذلك نفس الشيء انا اقدر اسوي من السلايد بان، ما نفس الشيء سلايد بان اقدر اجيب هذا اوكي نفس الاسلوب يعني. او هم يعني كذلك اقدر اسوي دوبلكيت سلايد او ديليت سلايد، نفس الشيء اللي اقدر اريد اسويه. طبعا اقدر ممكن فرق قاتل بس يعني كل واحد يشوف شكل هذا يشوف اخي انا شكل كسلايد سورتر يعني تشوفون هذا اللي هو نسميه احنا ريدنج فيو كطريقه ريدنج. شوفون السلايدات ريدنج فيو زين. اكو بعد هنا تلاقون بالتاكس بار طبعا طرق الفيو هذا اللي برزنتيشن فيو اللي هو يعرض لك اياه البرزنتيشن اللي هو هذا ما تعرضون لي ما بي شيء. اذا اريد اعرض احنا دائما راح حتى تسوي برزنتيشن يا اما تدوس هنا راح يعرضك من يد ما تكون من هالسلايد، او تدوس اف 5 تدوس اف 5 اوكي فصار ادوس الشيفت ويا اف 5 فنعرض من هالسلايد. اذا راح ادوس اف 5 بوحدها ينعرض من اول سلايد دائما. الاف 5 تعرض من اول سلايد، شيفت واف 5 تعرض من الكرنت سلايد. شو صار بالسلايد الثاني؟ بغيت اذا راح ارجع ادوس اف 5 راح يرجع للسلايد الاول. تلاحظون؟ في مره ثانيه ماشي القد وانا ما ادري واريد يعني اريد اعرض هنا ماشي واريد ابي اعرض منه. اذا راح ارجع ادوس اف 5 شوف هم تعال اجي نفس الشيء شلون خربطه هاي ارجع امشيهم كلهم هم حلو. الحل مثلا اريد اعرض منه مو من البدايه وانا منه واريد اكبر اسوي برزنتيشن يا اما اجيب الماوس واجي هنا ادوس هاي مرات اتعاجز اريد استخدم كي فاجي ادوس شيفت واف 5
واضحة؟ واضحة النقطة هاي؟ هاي مهمة راح تحتاجوها هواي. فرق بين الشيفت اف 5 والاف 5. واضح الموضوع طلبة؟ هلو كلير؟ واضح دكتور. واضح ولا عيني؟ ما حد يحكي. واضح واضح دكتور. واضح دكتور. واضح دكتور واضح. هلو. واضح يعني؟ اتمنى يكون واضح. واضح واضح دكتور. قاعد اقدر اعرف طرق الفيو من خلال الفيو تاب نعم موجود وهي انواع الفيو نورمال اكو اوتلاين. الاوتلاين حلو. الاوتلاين الفيو مرات انت تحتاج تريد تضيف. تضيف. تريد تضيف على السلايد فتضيف كاوتلاين تضيف مثلا ماي فيو. هذا شيء جديد انا اخترته. قبل هناك كذا. زين رب سأل إن يقول دكتور ما أقدر أنا أضيف هاي الماي فيو منها يعني نادي سنتر مثل ماي فيو. أقول له إيه أوكي ليش ما تقدر منها أو منها هاي الأوتلاين هم تقدر منها تضيف الأوتلاين. أوكي هاي هناك أوتلاين تقدر تضيف. هاي أوتلاين فيو أوتلاين فيو جت لحظة. حتى الاوتلاين نقدر نضيف يعني نضيفون من ال من different sources راح اشوفكم اياها مثلا يعني مثلا ثاني اريد اضيف سلايدز واقدر اخذ سلايد مثلا من ريوز سلايدز عندي سلايد ثاني مفتوح اروح ادور عليه مثلا اضيفه بالاوتلاين فيو. مثلا هذا السلايد اللي انت حطبقوها تكون هذا جوفيا هذا ضاع اقدر اضيف هنا بالاوتلاين اقدر اضيف من هذا السلايد قبل هذا ضفت السلايد عن طريق اوتلاين بس لاحظوا انا من ضفته حلو انضاف لي هذا السلايد اللي هو من فايلات موجوده عندي يعني من فايل ثاني هذا كان هذا فايل مالي هذا فايل ثاني انا فتحته بدي اضيف من عنده قبل الحلو جاي تلاحظون ده يقول لي بالفورمات مالي ما بدي اخذ ليها ويا الفورمات القديم ويا الفورمات الاصلي تلاحظ هسه انا ضفت هنا سلايد تلاحظ هاي الثالثة من الاشياء الرابعة ولكن ضفتها هاي عن طريق واضحة الطريقة يعني روحون نيوز هوم نيو سلايد روحون على الريوز سلايد اللي جوا هسه انا شلتها راح ارجع بالخطوات هوم نيو سلايد ريوز سلايدز اسوي براوز على الفايل اللي انا اريد اخذ منه اوكي هذا هو الفايل حتى راح يفتح هنا عندي فايل يا سلايد اللي انا اريده مثلا واقدر اسوي يعني في اوبشنز سلايد ابلاي يعني راح نجي عليها بعدين اوبشنز ان شاء الله واجي انا احدد السلايد اللي اريده وادوس على كليك راح يدخل هنا بالاوتلاين فيو مع الضافين واضحه طلب الطريقه هاي هاي راح تطبقوها ترى بالسلايد بالهوم ورك مالكم راح يعني راح تضطرون تستخدمون الفايل هو نفس هذا عندكم اللي انتم حتسوون به هوم ورك 1 حتفتحوه بهالطريقه بالهوم ورك 2 الجديد يعني حتسوون فايل مال هوم ورك 2 تفتحون به هنا الفايل مالكم مال هوم ورك 1 منه حضيفون البيانات بهالطريقة نفسها بعيني واضح هلا ارجع نشيل الاشارات هذا الفيو رجع بعد انواع الفيو عندنا السلايد سورتر النوت بيج اللي هو السلايد ويا نوت النوت بيج سلايد ويا نوت هذا هذا النوت احد يقول لي ليش احتاج النوت هذا ما كلش مهم هذا especially when you hand out something
اي دكتور، من نريد نسجل ملاحظة يعني علمية، هي مو تطلع للآخرين بس، حتى احنا لا نشوفها ليش احتاج النوت؟ دكتور، حتى نسجل ملاحظة ما تطلع للآخرين يعني، بس حتى احنا نشوفها ليش احتاج حتى. النوت؟ الو ليش احتاج النوت؟ اتصل معك الو بعد دكتور، اكون عادل. نعم دكتور حتى نكتب ملاحظة احنا نشوفها، الآخرين ما يشوفونها يعني، حتى احنا مثلا نتذكر شيء من هذا الاستاد او شيء يعني. اي اوكي، هي هاي حدوين عندك، عندهم ملاحظين هالملاحظات. انت من تريد شوف، شكرا عليك، اكتب اسمك ضمن المشاركه حتى تاخذ الكريدت على المشاركه. هسه هذا نوت، اوكي هذا نوت بيج، هذا النوت راح تنعرض هالشكل بنوت بيج، هذا السلايد مالك. اذا انا دا احكي على فتره ذني واريد اشرح النورمال فيو شنو تعريفه، هنا تعريف النورمال فيو از ولا بلا 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 بلا، اوتلاين فيو از بلا 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 بلا، هيك كلهن واقعد احكي بين. اوكي هذول هنا بهالطريقه، وانا هاف مور ديتيلز اند اي دونت لايك تو شير ات ان ذا برزنتيشن، بس اي وود لايك تو شير ات از ا هاند اوت. يعني مرات انت تريد تنطيهم هاند اوت وتقول لهم اوكي هاكم هاي اقعدوا اقروها، فهنا الحكي السلايد وهنا الشرح ماله بالتفاصيل، مثلا في النظريه انت شارحها معادلات رياضيه وشلون اجت والاشتقاقات ولا اعطى كل هنا الحكي ماله، حط تعريف كل شيء هنا، هنا انت بس حاط النقاط وهنا حاط التعريف، فهذا هاند اوت يقعد يقراه هو حتى وياك يركز، وانت بالسلايدات ما ينعرف حتى بالطباعه من موجود. لو تلاحظون نوعيه الطباعه اللي هي النوت سلايدز والنوت اوتلاين والنوت بيج، هاي النوت يطبع لك السلايد وهنا النوت مالها. اعطيكم مثال هسه علي، هسه من عندي هذا النورمال فيو، وين اضيف النوت هنا مثلا، هسه اجي انا هذا هنا اجي هسه اجي انا هسه بدي احكي على الانواع الفيو، هذا هو هذا تشابتر فيو لود تشابتر اي اوكي هذا نورمال فيو بابا بوينت فيو، اجي هذا اسوي له كوبي، هذا الشرح ماله يكون هذا، اذا اريد انا انطي هاند اوت اخذت الكوبي اجي هنا اضيف النوت اسوي له بيست. ثاني هذا من راح اعرض منه وعمين شاف الشاشة الثانية عندي إن شاء الله، بس من راح أعطيه هاند أوت للناس أقول لهم هاكم هذا مطبوع، باعوا أعطيه مطبوع، من أعطيك إياه مطبوع يجيك الشكل، المقابلة واضحة عند الحكي موجود كله، راح يقرأ هذا موجود هذا السلايد وهذا اللي انشاف بالشاشة، بس هذا هذا مرات يفيدك إلك أنت تحط كنوت، يعني بشاشتين أكو تقدر تعرف الشاشة اللي تكون معروضة بالبروجيكتور والشاشة الثانية اللي هي بحاسبتك اللي بس تقدر تقرأ من عندها، تقدر تقرا انت من النوت، يعني تقرا انت من النوت من الملاحظات اللي حاطها، لانه هاي قدامك تشيتنج لك، وهذا اللي قدام الناس، هذا قدام الناس المعروض دائما وهذا قدامك يكون معروض، تقدر تطبعها نوت هم تعطيها للناس، هذا الحكي واضح الفكره يعني؟ واضح ليش النوت مهم؟ واضح واضح دكتور. Any question so far؟ لا دكتور مشكور. جد. نجي هسه على موضوع بالفيو مالنا، اكو اضافه للنوت والهاي اكو شيء اسمه نوع الفيو مالي اللي راح يصير بالسلايد، يعني نوع الفيو جراي سكيل اقدر اختاره، اللي هو جراي سكيل اللي هو من يقول لي جراي سكيل شو يعني؟ شو يعني الجراي سكيل؟ نقول انا جراي سكيل واقول بلاك اند وايت، شنو الفرق بيناتهم؟ شوف هسه انا هذا سويت السلايدات كلها معروضه جراي، اريد ارجع كلام هاي كلام رجعت هاي كلها من الفيو، اقدر انا احدد جراي وبلاك اند وايت، هذا بلاك اند وايت هذا بلاك اند وايت، اقدر احدد مثلا احدد انا شعر يعني كل واحد فيه شو هاي ابي بالعرض، شنو الفرق بين البلاك اند وايت والجراي سكيل؟ دكتور يعني الجراي سكيل يعني متدرجه باللون الرمادي، يعني عكس الابيض والاسود، يعني تبدي اللون يعني يخفت او يعلى تدريجيا يعني.
اوكي اكتب اسمك يعني بالمشاركه، قول يعني كنا داخلت في انا. اي هو كان اقصد هيك انه هو تدرجات الرمادي، اما ذاك فقط اسود او ابيض ما بي اي تدخل رمادي. اي هذا بي ايش اسمه، تعرفوني وش كان تدرج موجود؟ كم تدرج بين بين الابيض وال يعني فزي، خلينا نقول اسود وابيض يعني 0 and 1، لو اسود لو ابيض. قول شو يعني فزي بين الابيض والاسود، ايش كنا نقول؟ يجي ابيض يعني يجي من ساو اسود كلش طاخ، اذا يفتح 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 لحد ما يصير ابيض كلش ناصع البياض بعد ما بس هو هذا التدرج. ايش كم كم ديجري يعني؟ دوروا عليه يقولوه معلومة ايش فيكم. اكو مرات تحتاج شغلة مهمة همين بالباوربوينت اللي هي السالفة، مثلا فاتح هنا سلايدين اوكي اي دا احكي عن هذا وهذا، تعال نزله هنا، تعال احكي على هذا، لا هذا تعال هنا، لا هذا شو اسمه. طريقة حلوة اللي هي بالفيو الرينج اوت ضعه، هو عرض لي يعني هو سوى لي الرينج وشكل سلايدات موجودة عندي، سلايدين سوى لي اياهم عرض لي اياهم ضمن الشاشة مالي. جاي تلاحظه هو سوى لي الرينج، تروح على فيو ويندو ذا ويندو الرينج سوى لي الرينج. شو صار هنا دا احكي واريد اقارن ويا سلايد ثاني موجود عندي. اوكي بس ارانج اوف عرفتوا منين يعني؟ فيو تاب ويندو ارانج اوف قاعد تشوفون هاي هي الارانج اوف ارانج اوف فيو ويندو ارانج اوف حول اليمين يسار بس انا هاي اللي اكبره. هاي صار معلوم يعني موضوع الارنج على شلون مفيد، مفيد عندك اكثر من سلايد فاتح انت. البليس هولدر هذا اللي اسمه بليس هولدر، هذا المربع دائما هذا شو هذا اسمه البليس هولدر، هذا نقدر نضيف فيه دائما احنا التكست. التكست هذا يكون دائما تايتل، وعندك وهذا يكون الكونتنت اللي راح نضيفه انت بالبليس هولدر. عندك الفرق حكيناها بين السيف والسيف واس، اذا انا راح نرجع عليه فانت تقدر تضيف التكست نوت تايتل داون ضيفه، وهنا تضيف الكلام اللي انت تريده. حكينا عليه هذا الامبيدد همين حكينا بيناتهم. كريت ريبرزنتيشن اوف فورم تمبلت حكينا عليه، هذا ما الصور تمبلت سوينا همين. ادينج ديليتينج اورجنايز سلايد همين حكينا عليه، شلون نضيف سلايد او شلون نسوي اورجنايز عن طريق السورس السلايد سورتر او عن طريق البانز. هاي هنا اضيف اجي او ادينج، هاي هنا موجود هاي ادينج ادينج رايت كليك نيو سلايد هاي اضافت، او اجي من هنا من الهوم اجي اقول ادينج اختار نوع السلايد اللي اريد اسوي له اد نورمال تايتل سلايد تايتل وسب تايتل تايتل اند كونتنت اللي هو دائما هذا يصير سكند سلايد سكشن فواصل مثلا شابتر 2 تجي هنا تقول هذا شابتر 2 مثلا بتشي تذكر هنا او بس هذا شابتر 2 مثلا هذا سكشن ولا تجي بعد شابتر 2 تحط بتشي يبدي كذلك. عندك نوع ثاني اللي هو تو كونتنت تقدر تضيف هنا تايتل هنا كونتنت واحد اثنين صورتين نفس الشيء، تريد تقارن كونفرجن هم نفس الشيء، يقارن لك تكست ويا صور ويقارن لك بين شغلتين. ها كلها وين؟ بالهوم نيو سلايد جاي تلاحظون يوجد بانواع بيكتشر تحط هنا حد شيء وهنا صوره عنها. هاي كلها اذا يسار اذا اسوي اب اريد اسوي ديليت اوكي اقدر احدد اكثر من واحد، واحد اثنين ثلاثه اربعه هذول من الديليت سلايد اوكي مساحة الصغار هذين سلايدات اوكي هاي ديليت هذا سلايد ديليت اد اورجنايز قلنا نقدر تغير
drag and drop. Just hold on, drag and drop. اكو هاي الحكي عن اللي هو ريوز سلايد، اريد اضيف سلايد من سلايدات اخرى موجوده هنا في البراوزر، هذا بعدها موجوده. اذا اريد اغير سلايد اروح ادور لي على اي فايل باوربوينت راح اقدر اضيف من عنده. هاي ريوز منها، جاي تلاحظون دوبل انضافت عندي في السلايد مالي بدون ما اروح افتح هذاك السلايد واسوي له كوبي وبيست. هاي كلش اسهل العمليه، بدل ما تروح وتسوي كوبي من هذاك السلايد وتضيف هذا هذا ياخذ لك اياه كامل. زين، هاي ريوزنج سلايد حكينا عنها. البرزنتيشن والامبورتنت هي هاي مالت ريوز، او تاخذ لك من فايل وورد، عندك فايل وورد مثلا وتريد تاخذ من عنده بيانات مثلا، فتجي تفتح اي فايل وورد تكون هذا الفايل اللي راح تحتاجه، طبعا انا داحل لكم الواجب مالكم المفروض يعني. هذا الفايل وورد لازم يسمون فايل وورد، يسموه اديتوريال سيرفيسز. هذا الكونتنت ماله انا اريد اسوي له ريوز، اسوي كوبي منها واجي واعرض هذا مثلا، اريد اضيفه هنا. فاروح على فيو مثلا واقول outline view، اضيف هنا شكلي هاي اضافت صح، اضافت لي هذني النقاط هاي اقول انا يعني اضفتها عن طريق ال outline view وعبارة ثانية. اوكي انا هسه بدي اخذ من غير سورس استخدام ال outline view. طيب بعدين اقدر هاي صورة فيها نجيبهم هنا شوية نكبر هالعملية نجيب هاي الشكل نخليه اريد اسوي امبولت. اوكي شكرا هذا امبولت صار امبولت انتهى الموضوع يعني. اوكي صار اخذت من وورد هاي وورد هاي انت حتطبقوه حتسوون نفس الشيء حتخلقون الشكل فايل تخزنون وتجيبون بيانات ما تسووها تقدرون امين تقرونه بغير طريقة اللي هي تفتح سلايد جديد نيو سلايد كوبي بيست. كوبي بيست تسميها. اوكي واضح يعني. فانا هسه تقريبا حليت لكم الهوم ورك 1 والخب الهوم ورك 2 حليت لكم اياه، انا هسه اثنيناتهم حليتهم الريوز وما شنو وهذا الهوم ورك همين الستيرس ماله تجون. شو شلون تحلون الهوم ورك 1 مثلا هسه هذا هوم ورك 1 تجون علي هذا هوم ورك 1 تجون علي هذا المطلوب من عندكم تسوي له سبمت يوم الثلاثاء. اللي ما عنده حاسبي عند اللاب يقدر يسوي سبمت يروح يشتغل باللاب تسوون فايل عندكم هذا الجوفير اللي هو نفس هذا الفايل هذا نفسه اسمه جوفير جاي تلاحظون هذا عندكم صاعد بالبروفايل الاكاديمي سووا له داونلود جاي تلاحظون مطلوب من عندكم اول شيء يقول لك هذا كليك سب تايتل هذا التايتل عندك وهذا السب تايتل قلنا دائما اول شيء التايتل هذا وهذا السب تايتل اللي هو وود جرايب بانك اوكي كوربوريشن والسب تايتل ماله يقول لك السب تايتل ماله سميه سنترال سيتي جوفير. اوكي نرجع عليه هنا تطبقها طبعا خليني احلها وياكم خلينا نحل الهوم ورك هذا ها هي بعدين يجي يقول لك ستيب نمبر 2 ستيب نمبر 2 اون سلايد 1 كليك اوكي سب تايتل سميه هذا الاسم اوكي ذا تايتل اوف سلايد 2 اوكي يقول لك هذا ضفناه قبل اقول لك سميه بالاسم اوكي نحن نجي نسميه بالاسم سيف اس سيف اس هو هذا
وانتو لازم تسموه بالاسم وهي your name مثلا حسين. فتو ماشي ويا ويا سمو ويا ويا اسمكم. صح سويت له سيف واس غيرت اسمه. تغير اسمه صار سنترال سيتي جوب فير ويا اسمي. يعني نجي اول شيء مطلب يقول لك هذا بالسلايد 1 كليك ذا سب تايتل سميه سنترال. اوكي نجي على السلايد 2 يقول لك فوتوغراف بانك select the word with the grabbing by dragging the mouse pointer. اوكي اشغل عليه وتايب اس. اوكي يعني هاي انت سلكتدها فراح يصير بدل above with the grabbing راح يصير above us. above us ها هي. اسوي التعديلات بعد امشي عليها كاملات. شنو الفكره من هذا الهوم ورك؟ الفكرة من هذا الهومورك وهي جدا مهمة بينه وانت اشتغلت حاليا ببنك او اشتغلت بشركة ادوية وتوك جيت وانت بروفيشنال بالادفرتايزنج مثلا تيم ليدر تبغى الشركة او جايبك عمود كوميرشال برودكت جديد فانت قابل تبدي من السكراش. هم مثلا صار لهم سنة يجربون مبيعات بس ماكو اعلاناتهم هاي فانت تقول لهم اوكي اعطوني السلايدات مالكم مال الاعلانات او عندكم كونفرنس باكر ومحضرين هم السلايدات تجي تقول لهم اوكي اعطوني هالسلايدات خلينا نشوف شنو التعديلات المطلوبه الذكيه شنو اللمسات اللي انا احتاج احطها حتى يكون افضل. فهي هاي اللمسات مثلا بدل ما اباوت اسم الشركه لا اباوت اس عنا احنا يعني مور بروفيشنال. يعني بدل ما اقول انا اذا انا امثل كليه الصيدله بدل ما اقول انا اباوت كولج اوف فارماسي اقول اباوت اس باعتبار هي كولج مالي يعني اس يعني هاي احنا. انت اقول هاي كليه الصيدله اوكي يعني ما مهتم لها كلش اوكي هي كليه الصيدله بس انت اقول عني انا يعني يعني ترى اللي يحكي على الصيدله يحكي عليه يعني فرق شاسع. انت اقول عنا احنا كشركه احنا هاي يعني احسها كانه هي شيء مهم جدا الي الربح حمل ربحي وخساره والخساره معناتها خسارتي هذا الشيء ينطي اكثر موتيفيشن ينطي اكثر باور. هاي سكيلز تحتاجها انت يعني ما علي هاي بالحاسبه هاي تحتاج يعني بحياتك دائما شلون تعبر فانت لازم تحط اللمسات وهذا يفيدك. هذا يعني ريال تايم يعني راح تحتاجه براكتس نيو لايف يعني لانه يعني انت بدل ما تقول لهم اوكي اوكي انا راح اجي اقعد من البدايه اقعد اكتبهم من الزيرو واحد اثنين ثلاثه لا انا اعطوني شغلكم وانا اعدل عليه واحط لمساتي. واضح يعني خلصت المحاضره شكرا نشوفكم الاسبوع الجاي راح يعطيكم المحاضرة أستاذ هاشم إن شاء الله.